بسم الله الرحمن الرحيم. نعود معكم في تجارب كيمياء على الهواء، التجارب السهلة اللي ممكن نحن نحصل على موادها من بقالة أو من الصيدلية. اليوم تجربتنا بعنوان هو حمض ولا لا؟ نلغي الحمض أو نخفي الحمض؟ وش الفرق بينهم؟ عشان نقوم بهذه التجربة نحتاج إلى 3 صحون، نحتاج إلى الملفوف البنفسجي هذا اللي يستخدمه في السلطة، وبناخذ ليمون، وبناخذ مادة تعلمناها عملنا عليها تجارب من قبل اللي هي بيكربونات الصوديوم، هذه المادة الموجودة. وطبعا عندنا ماء، راح احط الماء في 3 صحون. ونسيت بعد هذا ماء دافي بنستخدمه. حطينا الماء في 3 صحون، هناخذ من الملفوف البنفسجي. احنا نحتاج الى اللون الموجود في الملفوف البنفسجي، راح نحطه في داخل الماء الدافي، واحطه في الماء الدافي لان يعطيني اللون. طبعا لما انت تعملها في البيت وتحط الماء يغلي راح يعطيك لون اغمق، بتكون النتائج فيه اعلى واقوى، لكن رائحته بتكون كريهه جدا. ولذلك احنا نحتاج فقط الى اللون، فبنحاول نحن نحطه في ماء دافي بسيط. إذا أعطانا اللون فتكون التجربة حيؤدي غرضها في التجربة. علشان أغير من تركيبة الماي هاخذ غرزة الماي هذه وأحطها عندي هنا. إذا هذا الماء الموجود عنده هذا الصحن هو ماء فقط، ما راح نضيف له شيء. هحط عند الأول هذا الليمون على أساس أن هذا الليمون حامضي، وححط كمية من بيكربونات الصوديوم في الثاني. واحنا تعلمنا ان الماء مع كربونات الصوديوم نقدر حتى نمسكها بايدنا لانه معقم، وهذا المعقم قاعدي، فالحين بنميز. اذا هذا قاعدي او بيكربونات الصوديوم، وهذا ماء عادي المفروض انه متعادل لا حمض ولا قاعدي، وهذا حمض. فنبي نعرف الان حمض او لا. كيف نعرف؟ بعد ما ناخذ من الملفوف البنفسجي ويتغير لونه، نشوف لاحظوا ان اللون مايل الى الازرق، نشوفه كيف مع الماء العادي. ضوياي مع الماء العادي صار في بان كأنه لون أزرق خفيف. وراح أحط أيضا قطعة كاملة منه عشان تكون واضحة بعدين. حاصب شوي منه، الآن تغير بشكل خفيف. طيب الآن بنجرب، بنحط أيضا قطعة منه عشان تكون واضحة من الملفوف هذا البنفسجي. تقدر تعمل السلطة، مفيد جدا خصوصا اللي عندهم يحاول يعالج بعض الأشياء مع القلب. هذه قطعة منه، وبنحط الماء. تم هو لاحظوا وياي الآن مع الليمون تغير إلى اللون، إلى اللون الأحمر، بينما مع القاعدي راح يعطينا اللون الأزرق الغامق أو المائل إلى الأخضر. أما هذا اللون فهو عادي جدا. واضح الفرق بين الألوان 3. إذا زدت هذه الكمية، الآن مع زيادة الكمية تلاحظ اللون اختلف بين لون المائل العادي وبين لون الألوان 3. واضح الفرق الآن أن هذا هو المائل الأخضر، هذا أزرق عادي، وهذا صاير لونه أحمر. طيب هذه التجربة، تجربة الكاشف، موجودة بشكل كبير في الإنترنت، موجودة يعني معروفة، لكن إحنا مو جايين نستخدمها علشانها. إحنا جايين نستخدمها أول حاجة عشان نعرف نميز إن هذا في حمض وهذا ما في حمض. الآن راح نعمل تجربة لحق اليوم. تجربتنا لحق اليوم بنقول الحين تعرفنا عن الحمض أو لا، بنقول هل اختفى الحمض أو انلغى الحمض، وش الفرق بينهم؟ راح اعمل عصير ليمون. يلا احط ماي، راح اعصر الليمون. فالمفروض ان هذا شيء طبيعي بيكون حامضي، المفروض انكم تتذوقوا من العصير. تذوق شوي منه، نكمل نرجع هذه. راح اقسمه نصين،
إذا الآن كمية الحموضة الموجودة في هذا الكاس هي نفس كمية الحموضة الموجودة في هذا الكاس. راح أجي أحاول أحط سكر، موجود عندي سكر، بحطه في الكوب الأول، ملعقة، ملعقتين، 3 ملاعق، وهذا 4 ملاعق. إذا 4 ملاعق من السكر حطيناها في ليمون، بالضبط إحنا قاعدين نعمل عصير ليمون. أما في الكوب الثاني اللي هو قريب من بيكربونات الصوديوم راح نحط فيه ملاعق من بيكربونات الصوديوم، ملعقة، ملعقتين، 3، وهذا 4. الآن أيضا راح ندوب. راح ندوب. لو جينا ضرقنا طعم الليمون اختفى، طعم زي المالح، وزي ما قلنا هو ما هو عنده مشكلة لأنه هذا صحي أساسا، وهذا الطعم أيضا اختفى وصار طعم حالي. باقي نعرف هل الطعم اختفى فعلا، مجرد اختفى، ولا انلغى تماما. عشان زي ما قلنا بنشوف السكر وش صار لونه، بنحط من جديد مع البيكربونات. راح نلاحظ ان مع البيكربونات تحول واضح اللون الاخضر، اذا الحمض انلغى تماما، لان الحمض هو عكس القاعده. انتم تعلمتوا ان الحمض زائد قاعده يعطينا ماء وملح، الان زياده عندنا القاعده. اما مع السكر فظل اللون موجود الاحمر، اذا صحيح اللي عملنا احنا بس خفينا الحمض. اذا لو كانت مهما تكون كميه الحمض، اذا ما حسينا بها، اذا ما حسينا بكميه الحمض، حطينا سكر اكبر ما حسينا به، هذا خلينا نتساءل في المشروبات الغازية الموجودة عندنا فيها حمض والموجود فيها عدد سكر، كم كمية الحمض، كم كمية السكر؟ هذا ممكن نخليه لتجارب ثانية. سؤال ثاني مهم عندي، بما أن الليمون يعطينا لون أحمر مع الليمون، لو كانت عندي المادة لونها أحمر زي الكركديه مثلا، وش راح نسوي عشان نعرف أنها هل فعلا أحمر، ولا طالعة بسبب أن لونها نفسها أحمر، ولا مع الكشف لونها أحمر؟ هذا أيضا بنخليها تجربة ثانية. شكرا، معكم معايا دنيس الجيشي والمصور الأستاذ محمد الغريري في كيمياء على الهواء. وزي ما شفتوا كل هذه المواد قابلة لإعادة التدوير، يمكن قابلة للأكل، مفيدة حق السرطان.